بس كلام. كما قلت لك يعني في بداية الحلقة، نعم، الموضوع هذا وانت ممكن سمعت لما تكلمنا، نعم، قبل الحلقة، نعم، مع شخصية من أحوال مدنية، نعم، في أن في ناس نساء ليبيات متزوجات من أجانب جابوا لهم قرارات الانفصال وحكم المحكمة، قال لك احنا أحصرنا العدد اللي جانا وأحلناه على طاولة المجلس الرئاسي لإعداد قرار بمنحهن. هو ما قالش احنا أعطينا، قال لك احنا فتحنا المجال وبدينا نجمع. لا ما منحوش، قلت لك على طاولة، على الطاولة، قلت لك على طاولة، ولكن يظل على الطاولة ان يتم التنفيذ. استاذ ربيع، طبعا طبعا طبعا، يلا تفضل. طبعا تو بتفضلي، تفضلي استاذة، تفضلي. عفوا معلش استاذ، نعم. يعني اصبحنا مهمشين، اصبحنا لدرجة ان يعني نعانوا في حالة نفسية سيئة، يعني الام نفسها نفسيتها تعبانة، نعم، بالاضافة للابناء نفسهم في البيت. انا قلت تعبانين نفسيا اكيد، ايه حتى نظرة المجتمع من أصحابه، فعلا من أصحابه، وعم لا عنده لا بطاقة، لا عنده جواز سفر، لا عنده يعني هوية، إثبات هوية ما عندهاش. فعلا فعلا فعلا. يوقف مع أصحابه في الجامعة وشخصية ولدي يعني يعني ما شاء الله كويس في ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يحفظه لك إن شاء الله. ممتازين صغار يعني حتى في التعليم درجاتهم مسكرين ما شاء الله، ما شاء الله التعليم الحمد لله بفضل الله. يعني معقولة يعني توصل فيهم حاجة يعني ما عندهم شيء ثبات هوية؟ إذن أختي الفاضلة، إحنا حاليا هذا المتاع، نعم، حاليا بتاع مسألة الدولار، نعم، وضع الدولار هذا، إيه يعني حتى بينهم بين أصحابهم مش محصلين حتى أقل حقوقهم. بقى نسألك سؤال، هو إحنا هلبة لما قعدتنا أثرت الموضوع هذا، سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الهاتف، الأم المتزوجة من ليبي من أجنبي مثلا حضرتك، لما قلت لي لما جينا ندير الدولار حتى أنا ما أعطونيش، ما فيش حتى لي يعني أنا شخصيا، ليش اسمها حتى أنت مش مدرج في منظومة السجل المدني؟ بس هي ليبية، ما هي مدرجة في سجل الأجانب، أول ما تتجوز يدرجوها في سجل الأجانب. كيف أختي؟ هذا في سجل الأجانب. أيوة لحظة بس، في أختنا اللي معنا في الاستوديو، نعم نعم، حتى وضعنا احني وين ماشي ماشي الأجانب، أنا تحولوني جنسيتي ليبية، يعني أني أصبحت جنسيتي يعني لنزوني من أني قاعدة في كتيب لحظة العائلة. إيه معك، قاعدة في الكتيب العائلة، والدولارات ناخذهم من أهلك، من أهلي، من أهلك، مش من كتيب عائلة متاعك. لا أنا لما مشيت للسجل المدني قلت لهم نبي القرمة اللي هي متاع العائلة، قالوا لي ما فيش في القرمة إلا واحدة اسمها كذا كذا اللي هي أنا، والحاجة يعني نتفاجأت، قلت معقول وانية 13 سنة متجوزة وقاعدة موجودة، وقاعدة موجودة، ما هي صالحك جدا الحمد لله. بس لأن هي مش من طرابلس وما سجلت في السجل المدني في طرابلس، مفروض هي تجيب الموافقات وتفتح ملف في السجل المدني الأجانب في طرابلس وتفتح السجل المدني، وهي أصلا لا فتحت طرابلس ولا فتحت لمصر، لا هي في مدينتها اللي تزوجت فيها فاتحة سجل، لا هي قاعدة مسجلة في السجل المدني بتاع مدينتها، مدينتها تبع ابوها، إيه؟ ما جابتش انتقاله من المدينه اللي ما فيش، كيف تجيب الانتقاله وما فيش كتيب ولا في حتى حاجه؟ خلاص هي هذه الاخت تعتبر حاله فرديه، هي مش طبيعي ان هي تقعد مسجله مع ابوها، المفروض هي تتسجل اول ما تتجوز تتسجل في، يعني في خطا الأجانب. انك انت قاعده مسجله مع، حتى انت استغربتي، نرجع لي ولكن لصالحك، زي ما في جوزه مواطن في زوج مواطن، نرجع فعلا. بس معلش يا اخوي طه، للاخت هذه اللي تتكلم على الطلاق والزواج وكذا، طبعا نظرا للمناشدات قاعده معانا اختي الفاضله، ايوه خليك معنا، نظرا لمناشدات منظمات حقوق الانسان والامم المتحده تتكلم هي يا حسين، نعم يعني موظفه في مصرف، نعم قدمت حتى اجراء نفسه اللي تحكي عليه انت، حتى لي يعني كشخصي الغوني من القانون الليبي، عندي لي مش ماليش حق حتى في الدولار لشخصي، يعني لك انت شخصيا شو السبب؟ شنو الاسباب؟ شنو هو السبب؟ يعني مش مسجله في منظومه السجل المدني المواطنين، هي مسجله في سجلات الاجانب، الدوله هيك نظامها، هي كانت مسجله مع ابوها، تجوزت اجنبي تسجل في الاجانب، اتطلقت ترجع تاني مع ابوها، هذه قوانين الدوله، والاولاد يقعدوا في الاجانب. بقى انا بنتكلم على موضوع الجنسيه اللي تكلمت عليه الاخت، نعم، توا نظرا لمناشدات منظمات حقوق الانسان والامم المتحده وان هذا اجراء غير قانوني والابناء يعانوا لا يقدروا لا يتعلموا لا يقدروا يخدموا حق التملك، حتى الاقامه تسقط على الابناء لما يوصلوا 18 سنه، مؤخرا قالوا من حق
أبناء المطلقات والأرامل إن هم يتقدموا بملفات لإدارة الجوازات والجنسية. نعم. وطبعا الملفات هذه يشترط زي ما قالت شهادة براءة أو شهادة الأمراض النفسية لا يعني حاجات هلبة مطلوبة. نعم. لكن توا مطلقات وأرامل فقط ومش مطلقات السنة هذه. نعم. ولا السنة اللي فاتت لا اشترطوا انه هو 5 سنين يمر على الطلاق فما على اساس ما فيش تلاعب في القوانين. لك شو المشكلة الضوابط بتاعهم ان كل شهر ياخدوا 50 ملف فقط على مستوى ليبيا كلها. ما فيش تقديم الا في ادارة العامة للجوازات الرئيسية. ليش 50 يعني بس 50 لان هم بيدرسوا هذه الملفات. نعم. وفي نفس الوقت هم ما يبوش يكتروا العدد. نعم. فالغاية توا تقدم من 4-5 نعم. شهور فقط 250 حالة. وقاعدين الاول يحصلوا على موافقات امنيه ولغايه تو ما حصلوش على موافقه امنيه وبعد ما يحصلوا الموافقات امنيه يصدر قرار من المجلس الرئاسي ولغايه تو ما زال ما صدرش اي قرار اي قرار يعني تو في حاله زي حالتي يعني. نعم. انت تو زي حالتك انت ما ينفعش تطلقي تو وتقول انا اتطلقت نبي صغار الجنسيه ما ينفع هي ما تبيش تطلق طه خلينا نتفقوا يا طه في واحد الاخت قالت ان هم الاخوات متكاسلات او كذا بالعكس والله اني واحدة من اللي ما قعدتش ما هديتش ولا لحظة ولا نعم. اي يوم من يوم تزوجت واني نعم. قاعدة في المنزلات نعم. استاذتي الكريمة احنا طبعا من عمموش احنا انا تكلمت عن الحالة الموجودة في الاستديو في موضوع الجنسية خلينا ناخدوها في الاعتبار طه هو بالفعل في تكاسل في موضوع الجنسية نعم. حسب تواصلي وحسب ما خدمت تقريري ان منذ سنوات منح الجنسية مقفل. مش توا بعد 2011 الموضوع مقفل من سنوات عديدة في مسائل سياسية وحتى تركيبات ديمغرافية لليبيا خشت في الوسط هو الموضوع مقفل الجنسية بحسب ما توصلت مش معني ومستهدف به راهو أبناء الزوجات أو الليبيات المتزوجات لا. من أجانب لا. لكن في معضلات سياسية وأمنية أخرى خشت في على الخط منها الليبيين العائدين دون القبائل والامتدادات لها في الدول المجاورة وطريقة منح الجنسية المدن اللي كانت تتبع ليبيا واللي بحكم محكمة دولية ضمت لدول أخرى وكان القاطنينها يحملوا مستندات وإجراءات ليبية صارت عملية ربكة الربكة هذه مشو هم أبناء الجوازات الليبيات ضحية يعني وقاعدين يعانوا لأن الجنسية إلى اليوم لم يفتح الباب كل ما نسمعه على إجراء تنظيمي الإجراء التنظيمي هذا خلينا نكونوا صريحين توا ونتكلموها عربي إدارة مصلحة الأحوال المدنية في حد ذاتها في انشقاق كان مشروع رقم وطني أخيرا ضم مشروع الرقم الوطني لمصلحة الأحوال المدنية. المدنية الله أعلم هل يستمر أو لا يستمر إدارة سابقة كانت إدارتين في الأحوال المدنية منظومة مقفل عليها تخص فئة معينة من الليبيين مقفل عليها في الالتيتي نظرا لعدم توافق الإدارة وعد الثاني مش بس كلام